وتأمل هذا الحديث دائما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي أحدث عمله مردود عليه، الذي لم يحدث لكنه اتبع الذي أحدث وعمل بما عمل فهما سواء من حيث رد العمل عليهما. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك بعض الناس قد يكون راغبا في الخير ويقع في الشر. ولا عصمة للناس إلا باتباع كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا العلم من أهله الذين هم حريصون على اتباع الكتاب والسنة.